door. الناس اللي راهم في السلطه والناس اللي راهم في النظام انه الشعب ماهوش تقول تخليك الشخص المجاهد اللي يخدم البلاد، الناس اللي راهي تخدم باسم عبد العزيز بوتفليقه. الشعب هذا صبر على السلطه هذه 20 سنه ولا شيء يتغير، وبالتالي حان الوقت وين الشعب يقول الكلمه تاعو. اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر، ولا بد ان ينجلي الليل، ولا بد للقيد ان ينكسر.